يعني سمعت أنا نقطة في وسائل الإعلام تتحدث عن أن نقطة الخلاف بين البرهان وبين محمد حمدان دقلو لم تكن فقط دمج قوات الدعم السريع مع الجيش السوداني، بل كانت أن البرهان يطالب بفترة انتقالية مدتها سنتين، لكن دقلو يطالب بعشر سنوات. ما مدى صحة هذه الأقاويل التي ظهرت في وسائل الإعلام؟ هذه الأقاويل وغيرها في الفترة الماضية عن كسب بنتابع في المواضيع دي، وطبعا ضيفك من أمريكا كلامه صحيح، هو ده أهم نقطة، إنه الخلاف الحقيقي ما بين الاثنين إنه غائل الدعم السريع طموحاته بقت كبيرة جدا. وهو قبل كده في لقاء مسجل قال يقول لنا أرجع سكناتكم، نرجع كيف؟ قال كده في واحد من لقاءاته مسجلة، يعني قال كيف نرجع وين سكناتنا؟ قال مرة، يعني هو كبر لدرجة أصبح يعني من الصعب جدا إنه تقول له أرجع أو تنازل أو يعني تذوب داخل الجيش. وللأسف هذا ما كان حاصل من زمن الرئيس حمدوك، الدعم السريع ينمو ويكبر، ووصلت مرحلة إنه غايل الدعم السريع يركب الطيارات ويقابل رؤساء الوزراء ويقابل، يعني بيتصرف كأنه هو رئيس الدولة وكل يوم في مكان، يعني قابل رؤساء يفرش له الكاربت الأحمر في الدول، فهو كل يوم بيزداد يعني إحساسا وكبرياء وغرورا بأنه هو رئيس الدولة. ودي حقيقة، يعني القوة المدنية تعرف الكلام ده تماما، والقوة المدنية للأسف ما حاولت تشالنج هذا التفكير. يعني هو بدأ يتحور ويتحول من شخص يقود الدعم السريع اللي هو فعلا لما ترجع لتكوينه كان لأغراضه يا من النظام السابق، وانه قوات عشان تساعد في الترافيكينج وغيره والاتحاد الاوروبي. وللاسف يعني زمان لما الاتحاد الاوروبي اعطى السودان 100 مليون يورو كل الدنيا في اوروبا قامت عليهم في الجرائد وفي المجلات، انه كيف تحطوا ناس قتلة 100 مليون يورو عشان تقول يوقفوا لنا المهاجرين الجايين لبريطانيا. يعني للاسف في دبل ستاندر ساعد هذا الرجل في انه كبرياءه لكي يتسلم كرسي السودان يزداد يوما بعد الاخر. برضه كان في مشكله كبيره جدا خلت انه يزداد يوما بعد الاخر انه هو داير يحكم هذا السودان، انه حتى الاحزاب السياسيه في لقاءات كثيره فيهم البدو يتكلموا، احزاب سياسيه يعني مذكوره ومسجله في قنواتكم كثيره، في قنوات كثيره في الحدث وغيره، بيقولوا ايوه نعم الدعم السريع هو جزء من السلطه، الدعم السريع لو حد جاب سيرته يعاقب. يعني بدا يحس بانه هو مقبول، اكسبتد، حتى القوى السياسيه بدات تقبله كانه ممكن يكون هو قائد لهذا البلد. لما تجي في الناحيه الثانيه الجيش بكل المؤاخذات على الجيش ودوره السلبي وقتل الجيش ذاته، قتل اولادنا يعني وبناتنا وعندنا شهداء من الجيش، لكن الجيش هو في النهايه جيش السودان. يعني السودان كان مهما حصل كل ما بنعتبرهم فيه سيئين وبيقولوا عليهم فاسدين، ديل في النهايه اعضاء ناس يمثلوا نفسهم، لكن الجيش هو جيش السودان وحيظل هو الجيش اللي هو كلنا نتمنى انه يكون جيش ويحمينا وليس يقتلنا. فلما اجلس سؤالك عن صحه المقولات دي كثيره، لكن التحليل المنطقي بيقول ايوه جزء من المراوغه لما حصل عليه الخناق بانه لازم يدوب وما قادر مع الظروف الضغوط من الدول برا ومن الامم المتحده والقطاع المدني، واحده من المحايلات انه دايرين 10 سنين. ما هي نفس المشكله دي زمان لما جت الحكومه المدنيه المنتقله مع دكتور حمدو قالوا دايرين 4 في 1، كانوا قالوا دايرين 10 سنين لحد ما السودان يتحول لنظام ديمقراطي صحيح. والناس كثيرين كان بتقول انه السودان بلد ممكن تتحول ديمقراطيا بزمن سريع، ما محتاج انت 10 سنين ولا 4 سنين فتره انتقاليه عشان توعيهم. الشعب السوداني واعي جدا، الشباب السوداني فيري سمارت، واعين وعارفين وضعهم وممكن بكره ينتخبوا وغيره وغيره، عارفين من هو السيء ومن هو الصالح وعارفين كيف المستقبل يمشي. وبالدليل في كل الدول العربيه كل المسابقات كل الحاجات الشباب السوداني موجود بكثره، وبالعكس يعطون الجوائز حتى في الامارات وفي السعوديه وفي تونس وفي مصر. يعني عندنا شباب قوي متعلم فاهم، والمشكله الكبيره انه هذا الشباب الذي طلع لهذه الشوارع وقدم صدوره لهذه الرصاص وهذا الدبابات وقتلوا لم يعطوا اي فرصه في ان يقودوا الفتره الانتقاليه. وانا بشوف ده المربع الرئيسي ممكن يكون جزء من الحل،
إن الشباب الذين ماتوا في هذه الثورة المجيدة يعطوا الآن الفرصة لكي يقودوا التحول الديمقراطي في السودان. ودي هي المشكلة الأساسية، إنه الأحزاب السياسية، وأنا أضرب لك مثال من غير ذكر الأحزاب، في غادة في هذه الأحزاب أنت قد لا تصدق، نحن نسمع لآرائهم السياسية مما كنا طلاب في جامعة الخرطوم قبل 40 سنة. يتخيل في الناس الحاليا بيقعدوا في ناس جنرالات ديل، فيهم ناس كان ينظروا في السياسة لما كنا في جامعة الخرطوم قبل 40 سنة وما زالوا مسكين الشعب السوداني ويتكلموا عننا سياسيا. دي المشكلة، عندنا سياسيين يقودوا الحراك السياسي في السودان. أنا أعتبر مدة صلاحيتهم السياسية انتهت. يعني شخص 40 سنة يتكلم لنا من قاعدة خرطوم عنها وكيف تدار الدولة، ما ممكن يكون صالح 40 سنة. نعم، فقط لضيق الوقت أستاذ علام النور أود الانتقال. نعم السياسي مشكلة كبيرة في السودان. نعم وصلت الفكرة، وصلت الفكرة أستاذ علام النور. أريد أن أنتقل إلى ضيفي من باريس الكاتب والباحث السياسي محمد كلش. سيد محمد، المتحدث باسم الجيش السوداني تحدث لسكاي نيوز عربية قائلا أنهم لا يرون مستقبل للبلاد إلا جيش واحد. كيف لهذا الشيء الجيش الواحد أن يتحقق في ظل الوضع القائم حاليا في السودان؟ طبعا في الوضع القائم اليوم من الصعب أن يتحقق هذا الأمر، لابد من التوصل إلى التفاهم، إلى التفاهم ما بين البرهان وداغلو، أن يقتنع داغلو بموضوع ذوبان قوات التدخل السريع. لا يمكن أن يكون لهذا البلد جيشان، البلد لم يعد بحاجة إلى قوات التدخل السريع. يعني قوات التدخل السريع أنشئت أو تم إنشاؤها بناء على معطيات لم تعد موجودة، وهي مهامها مهام حفظ الأمن في البلاد. حفظ الأمن بالبلاد كما في كل بلد يقوم به جيش واحد موحد، إلا في بعض الأنظمة التي تحتاج إلى من يدعمها كقوة خاصة. هذا الأمر ليس مطروحا في السودان، لم يتم بعد إعداد السلطة العسكرية الواحدة المتماسكة. نحن في مرحلة انتقالية ونعد لمرحلة انتقالية متقدمة أكثر وأكثر. نحن نعد يعني نخرج من أزمة ولم نصل بعد إلى كيان سياسي واحد موحد متماسك. هناك خلافات ما بين العسكر والمدنيين، طبعا خلافات نسميها خلافات سياسية أيديولوجية ممكن، لكن ليست خلافات عسكرية. بقاء قوتين داخل عسكريتين مهمتين داخل السودان معناها أن احتمالات الصراع حتى لو توقفت اليوم ممكن أن تتجدد لاحقا، ولا بد من قيام جيش واحد على كل الأراضي السودانية. وبالتالي لا بد من إقناع، برأيي لا بد من إقناع داغلو بهذا السيناريو، وطبعا إرضاؤه أو التفاهم معه على ما يريد، على ما يمكن أن يكون عليه بما يرضي لربما. نعم. أسميه بين هلالين، كبرياءه أو عنفوانه أو القوة التي يعيش عليها. نعم. على رأس قوات التدخل السريع والتي تتمتع بميزات عسكرية. نعم. وأيضا معنوية. شكرا لضيفنا من باريس الكاتب والباحث السياسي محمد كلش، ومن واشنطن الكاتب والباحث السياسي توماس جرجسيان، ومن لندن كبير استشاري السياسات في جامعة لندن علام النور عثمان. شكرا جزيلا لكم.